بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كل سنة وأنتم طيبين. ربنا يدينا أسبوع جميل بالصلاة والتمتع بكلمة الله، ويقبل صلواتكم ويرفع عن العالم الموت والوباء والباقي كله، كل أمر رديء، ويفرحنا بقيامته زي كل سنة. عاوز أكلمكم عن آية في أشعياء 45 بتقول: لقبتك وأنت لست تعرفني، لقبتك وأنت لست تعرفني. الأول أحكي لكم حكاية. كلام ده اتقال لواحد اسمه كورش. كورش ده مين؟ كورش ده جه ملك لمملكة اسمها فارس، مادي وفارس. طب احنا في أشعياء، أشعياء ده في القرن الثامن، 700 قبل المسيح. كورش ده 500 قبل المسيح، القرن السادس، يعني بينهم تقريبا قرنين من الزمن. امال ايه؟ أشعياء ذكر اسم كورش قبل ما يتولد، لان أشعياء ربنا كشف له ان اورشليم دي العنيده هتقع فريسه البابل، وهيحصل سبي بابل بعد ما أشعياء يمشي، وبعدين هتقع بعد كده فريسه لسبي الفارس، لكن ربنا هيسخر واحد اسمه كورش يتعاطف مع العبرانيين دول اليهود ويرجعهم بلادهم. ده أشعياء قاعد يسمع أخبار 200 سنة قدام. فهو قال له إيه؟ اسمعوا معايا الجزء ده. هكذا يقول الرب لمسيحه، مسيحه بمعنى مختاره، اختار شخص غريب جدا، ده مش يهودي، لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما وأحقاق ملوك أحل. يعني كورش ده أنا همسكه كده هدوس بيه الدنيا كلها، عشان الدنيا كلها بقت وثنية. لأفتح أمامه المصراعين، فتح قدامه أبواب مقفولة والأبواب لا تغلق. أنا أسير قدامك والهضاب أمهد. يعني يا عم كورش أنت، أنا طالع قدامك هكسح الدنيا كلها وأنت تمشي وراي. أكثر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف. فكرة بقى اللي حافظين تسبيحة دي جزء من تسبيحة القيامة، إن المسيح الحقيقي بقى مش كورش، كسر مغاليق الحديد وأبواب النحاس وأخرج مختاريه بفرح وتهليل. ده يوم إيه؟ يوم ما نزل للجحيم وطلع كل الأبرار. أعطيك زخائر الظلمة، يعني جوه الظلمة اللي في الجحيم ده فيه زخائر، ده في أرواح أنبياء منتظرين على رجاء بقالهم كتير، وكنوز المخابة، لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعوك باسمك إله إسرائيل، لأجل عبدي يعقوب وإسرائيل مختاري دعوتك باسمك، لقبتك وأنت لست تعرفني. إذا كان جزء ينطبق على نبوءة نزل إلى الجحيم من قبل الصليب وأخرج المختارين، إنما نرجع لحكاية كورش دي. يقال في التقليد اليهودي إنه لما كورش قعد على العرش بتاعه بعد ما انهارت مملكة بابل، راحوا له أتقياء معاهم زروبابل، لو تسمع عنه في سفر عزرا، وقالوا له: إحنا عندنا نبوة اسمك مكتوب فيها، أنت اسمك عندنا في أشعياء 45. فالراجل ذهل إنه في ناس تعرف اسمه من قبل ما يتولد، عشان كده بيقول له لقبتك وأنت لست تعرفني. وقبلها في صح 44 يقول: القائل عن كورش راعية كل مسرتي يتمم، ويقول عن أورشليم ستبنى وللهيكل ستؤسس. الهيكل كان خرب من وقت سبي بابل، فكورش اتعدل كده وترعب. أنا إلهكم يعرفني قبل ما أجي واسمي مكتوب، وانا اللي هبني له بيته تاني، هعمر بيته وهبني اورشليم، اهو مكتوب اهو. وتاكد ان الكلام ده من بدري، من وقت اشعياء. كورش ده امن بالله وطلع تصريحات عجيبه جدا، ان كل العبرانيين اللي عاوزين يرجعوا بلادهم هيصرف عليهم، وادى زروبابل صلاحيات، وبدات رحله العوده من السبي بسبب هذه النبوه. شوفوا ربنا العجيب لما يدور التاريخ بطريقته كده. العبرانيين راحوا خلاص بابل وانتهت علاقتهم بأورشليم، وبقالهم 70 سنة مرميين هناك،
واللي اشترى بقى واللي عمر واللي اتجوز والدنيا خلاص ما فيش فايدة مش هنرجع تاني. وبجرة قلم كورة شيء يكتب كده كل المزبين اللي عاوزين يرجعوا يبتدوا يرجعوا. زرباب خد فوق وعزرة خد فوق ونحمية بعد شوية خد فوق والدنيا عمالة تعمر. بس ده احنا بقالنا كتير كده والدنيا واقفة خالص ومش فيش بارقة أمل. يقوم ربنا يتكلم مع شخصية محدش حاططها في دماغه أبدا. من هو هذا الكورش؟ يعني شخص غير يهودي. زي ما جاب موسى زمان وهو مرمي في البرية راعي أغنام نكرة محدش يدرى بيه عايش ولا ميت ويجيبه يخلص بيه شعبه. زي ما جاب يوسف حتة سجين مرمي نكرة محدش يسمع بيه يجيبه يقعده على الكرسي ينقذ العالم من المجاعة. يجيب دانيال هذا الشاب الوسط ألاف المزبيين شاب صغير غلبان في حاله كده يجيبه بعد سنين يخليه رئيس وزراء بابل ويشهد للمسيح في العالم كله. يجيب أستير البنت الغلبانة اللي عمها راجل طيب والاثنين في السبي وحالهم حال ويديها شوية جمال كده وأدب جميل وبعد كده تبقى ملكة وتشارك في إنقاذ شعبها. إيه ده يا رب ده؟ لقبتك وأنت لست تعرفني. عارفين معناها إيه؟ من قبل ما تتولد ربنا شايف لك لقب شايف لك رسالة. وده اللي قاله الأرمية. أرمية أول ما المسيح كلمه قال له تشتغل معايا قال له لا 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 خالص أنا حتة عيل صغير ما أقدرش على الخدمة دي. قال له لا تقل أني ولد. لا ما تقولش كده. ده قبل ما حبل بك في البطن أنا عرفتك. قبل ما تتولد أنا دعوتك باسمك. أنت لي. أنا قلت هتشتغل معايا. ده من قبل ما تتولد. مش عاوز نتكلم في حتة الاختيار المسبق لألا البعض ياخدنا في حتة اختيار خيار وفقوس. لا طبعا ربنا بسابق علمه شايف مين هيتجاوب. لكن هنا فكرة ان ربنا شايف لكل واحد فيكم يا أحبائي لقب. لقب يعني ايه؟ تبان في الرؤية لما بيبعد واحد من ملائكة الكنائس يقول له ايه؟ هديك اسم جديد محدش يعرفه غير انا وانت لما تيجي عندي السماء. يبقى لك لقب كده. يا ترى يا دانيال لقبك ايه في السماء؟ صديق الملائكة مثلا ولا الراجل المحبوب؟ يا ترى يا ابونا ابراهيم وانت راجل افتكروك مت لما رحت الصحراء وما رجعتش لقبك ايه؟ خليل الله ولا ايه؟ ابو الاباء ولا ايه لقبك الحلو ده؟ طب حبيبي انت ما عليك الدور يبقى لك لقب. لقبتك وانت لست تعرفني. ده تقليد جميل قوي في كنيستنا. يجي الطفل يتعمد نقول لازم نديله لقب. طب ما اسمه حلو اهو. لا معلش نديله اسم تاني. اختار اسم من اسماء القديسين. فتلاقي الاب والام يتشاوروا يقول لك طب نسميه مينا نسميه جرجس. حلو. ليه؟ لان الطفل المفروض يعيش وهو عارف اسم المعموديه ويبقى ده شفيعه ويبقى ده قدوته. انا بستغرب ان انا اسال واحد وانت اسمك ايه في المعمودية؟ يقول لي معرفش. يسأل مامته مش عارفة. طب ليه يا ستي كده؟ بقى يبقى له لقب وهو بيتولد ولادة جديدة ويبقى ابن لله وما يحافظش على اللقب ده. تقوم الكنيسة كمان تزود الحتة دي بقى في رسامتنا احنا ككهنة بناخد اسم جديد. ليه؟ عشان داود يبص على داود طول حياته. وعشان يعني فيلوباتير يبص على فيلوباتير طول حياته ويقول نفسي ابقى زيه. لقبتك وانت لست تعرفني. يعني ايه؟ من قبل ما تعرفني انا عيني عليك. تفكرنا بيوحنا واحد لما ابتدوا يجيبوا الناس للمسيح وقالوا واحد كده بيجر رجليه جر ومالوش نفس كده مش مقتنع يعني النصارى ما بتطلعش حد عدل. فقال له انت تعرفني منين؟ قال له اصلك انت اسرائيلي لا غش فيك. قال له من تحت التينة وانا شايفك. الراجل ذهل نسنائيل ده. يبدو كان قبلها قاعد خلوة تحت التينة وبيترجى مجيء المسيا زي كل الاتقياء اليهود. والبعض قال في التقليد انه احتمال يكون في قصة عجيبة ان وقت قتل اطفال بيت لحم كان نسنائيل ده من سن المسيح او اصغر حاجة بسيطة. فعمه خدته وخبته تحت التينة وركنته كده لغاية ما عدت الحملة اللي بتموت الأطفال. فهو عاش دونا عن جيله ومحدش يعرف السر ده غيره.
فقال له أنت تحت التين أنا شايفك. قال له أنت ملك إسرائيل، أنت المسيا طبعا. على طول قال له أنت لسه شفت حاجة؟ ده احنا من أول قاعدة بس بنتكلم، بكرة تشوف السماء بقى والملائكة نازلة طالعة من السماء للأرض. أحبائي، لقبتك وأنت لست تعرفني. احنا لينا لقب عند ربنا عاوز يدهولنا. أول لقب جميل، أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. تصوروا ربنا يقول لكل واحد فينا أنت حبيبي ابني. المسيح له كل المجد بينادينا كأولاده. ده قال للمفلوج يا بني، مع المفلوج ده يمكن أكبر منه سنا، قال له يا بني مغفورة لك خطاياك. وبعد كده نازفة الدم، غلبانة وست كبيرة غالبا ونزيفة 12 سنة، قال لها يا بنتي يا ابنة. إيه الحب ده كله؟ ده لقب رائي جدا. احنا أجمل صلوة عندنا أبانا الذي، عمالين نتغنى بيها طول الصيام، جابني، وفرحانين بيها ان الواحد يقول له يا رب انت بجد بتقول لي انت ابني؟ ايوه انت ابني، انا اليوم ولدتك. والنص ده بيقوله الكاهن لكل معمد، زي ما نزل على راس المسيح له المجد من الاب السماوي، انت ابني، انت هذا هو ابني الحبيب له اسمعه. والمزمور بيقول انه اشاره للابن الوحيد، ناخد اللقب من المسيح. احنا خدنا لقب البنين نقلا عن الابن الوحيد، هو الابن الوحيد مولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور، فهو وحيد في جنسه في طبعه في لاهوته، ولكنه لقبنا بلقبه، اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. احنا بقينا اسمنا اولاد الله لان هو بقى اسمه ابن الانسان، خد لقبنا. اخطيت التعبان، لقب ابن الانسان بني ادم يعني مش لقب قوي يعني، إنما ادانا لقب أولاد الله. وإن كنا أولاد لله فإننا ورثة، ورثة الله ووارثون مع المسيح. فهنا بيقول له لقبتك وأنت لست تعرفني. معناه يا أحبائي إحنا أولاد ربنا، خدنا اللقب الجميل ده ولينا أسماء قديسين في حياتنا. يا ترى عرفناه ولا لسه ما عرفناهوش؟ أدركنا من هو إلهنا ولا لم ندركه؟ احنا اسبوع الالام اللي احنا فيه هو اسبوع تعارف، صدقوني احنا لسه بنتعرف بمسيحنا. قد كده طيب، قد كده حنين، قد كده قادر، قد كده بيحبنا، قد كده في ايده كل حاجه. ما احنا بنخاف ليه وبنقلق ليه وبنتضايق ليه؟ احنا لسه بنتعرف عليه، وهو راكب على اتان وجحشن ابن اتان، وداخل اعظم من ملوك التاريخ كلهم ومنتهى التواضع، وفرحان بالعيال اللي بيقولوا وصلنا. بنتفرج على المسيح يوم الاثنين قد ايه بيكره الرياء وبيلعن شجرة التين، لانه دي خطية وحشة، دي تمثيلية بايخة، دي كذبة تبع ابليس، انك تتجمل بالتقوى وانت ما فيكش ثمر، ما فيكش حب، فانت لم تعرفني بعد. يجي يوم ثلاث البصخة عمال يكلمنا عن السماء وعن الابدية وعن الدينونة، وحزبه حزبه أنت لم تعرفني. يجي يوم الأربع نلاقي ساكبة الطيب، يقدر قوي الطيب بتاعها وحبها، زعلان أن يهوذا بيتمم خيانته في نفس اليوم، أنت لم تعرفني. يجي خميس العهد، إله الكون كله يقعد تحت رجلينا يغسل رجلينا، وبعدين يقدم لنا جسد ودمه ذبيحة، أنت لم تعرفني. يجي الجمعة، إله الكون كله يطلع على الخشبة ويتعذب من أجل خلاصنا، وينزل على القبر منه على الجحيم، يسحب كل الأبرار المنتظرين، وبعدين يجي يوم القيامة ويقول لنا خلاص الموت خلص، اتكسر الموت، غلبت لكم الموت، حلت لكم المشكلة، مبروك عليكم، هتقوموا معايا ونقعد في السماء إلى الأبد. أنت لم تعرفني، لقبتك وأنت لم تعرفني. أنت لسه مخك في الدنيا وبتفكر بطريقة الناس ومركز مع البشر، أنا فين؟ أنت مش عارفني. أنت لو عرفتني هتسيب كل اللي في إيدك وتسيب كل الناس تركز معايا أنا بس. عشان كده الإصحاح الجميل بتاع عشاية 45 خمس مرات يقول له أنا ربنا وليس إله غيري، بص لي ركز معايا، يقول له كده دعوتك باسمك لقبتك وأنت لست تعرفني، أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي، نطقتك وأنت لم تعرفني. نطقتك يعني ربطتك بالمنطقة. عارفين لما أم تيجي تلبس طفلها
لما بتلبس طفله، الطفل ما يعرفش يلبس لوحده، فهو عاوز يقول له كوره شنا، على فكره انا بلبسك، يعني انا اللي بحصنك وانا اللي بعمل لك قيمه وانا اللي اديتك المخ والقلب والحواس والعمر ده كله مني، كل حاجه مني انا، مفيش حاجه منك انت، به كان كل شيء، بغيره لم يكن شيء مما كان. لقبتك وانت لم تعرفني، نطقتك وانت لم تعرفني. انا اللي عامل لك رساله وقيمه ومعنى، انا اللي مديك منظر قدام الناس، انا اللي ساتر عليك وبلبسك، اعرفني بقى. عشان كده يوم الخميس هنسمع صلاه ربنا يسوع وهو بيكلم الاب، يقول هذه الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي. لسه ما عرفوكش، لسه ما عرفوكش. يبقى الحياه الابديه يعني كل ما نعرف ربنا الحياه الابديه تنسكب في قلبنا. احنا لسه ما عرفت الله، احنا لسه على البر. يقول ايه؟ كي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها ان ليس غيري انا الرب وليس اخر، ويفضل يقول كده. يقوم بقى اشعياء يرد عليه في نفس الاصحاح يقول له حقا انت اله محتجب يا اله اسرائيل المخلص. انت يا رب بتستخبى، ساعات نبقى مش شايفينك. فعلا معاك حق، تقول انا عامل كل حاجه واخد جنب ومش شايفني، مستنيكوا تيجوا تدوروا عليا وتكتشفوني. فيقول في اخر الاصحاح ايه؟ انا اله بار ومخلص ليس سواي، التفتوا الي، التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض، لاني انا الله وليس اخر. ارجع تاني الحكايه، دعوتك باسمك لقبتك وانت لم تعرفني. دعوتك باسمك دي خبره جميله المفروض كلنا نبقى مستطع منها، كلنا نحس ان ربنا يسوع بينادي على واحد واحد فينا باسمه. ده مش كلام، صدقوني دي الحقيقه، لانه يدعو خرافه الخاصه باسمائها. اذا اسمك، شوف اسمك قوله في بالك كده، ربنا نفسه بينطق اسمك، بينادي على اسمك. صمويل وهو طفل ما كانش يعرف ان في ربنا ممكن يتكلم زينا وينادي عليه، يقول صمويل يروح على عالي، صمويل يروح على عالي، عالي فهم، فقال له لا، قل نعم يا رب، تكلم يا رب. انت ينفع تسمع ان ربنا بينادي عليك باسمك ولا دي جديدة عليك؟ يبقى في رسالة خاصة بيك، في آية خاصة بيك، في مهمة في الحياة، في معنى في الحياة انت لسه ما دقتوش. انت لم تعرفني، انا دعوتك عشان تشتغل معايا. بصوا مثلا لما دعا بطرس وندراوس وبعد دعا يوحنا ويعقوب، الناس دي كانت في الاول فاكره انه مشوار نقضيه معاه، نقعد لنا قعدتين حلوين نتفرج عليه هو بيوعظ ويعمل معجزات. لا، الموضوع طلع اكبر من كده. انت بطرس وعلى ايمانك ابني كنيسه وابواب الجحيم لن تقوى عليها. ويطلع بطرس ده من ساعه ما المسيح ناداه باسمه بقى حاجه تاني خالص. بقى نحتاج عشان يبقى لنا معنى في حياتنا ان الواحد يسمع صوت ربنا ويفتح ودانه ويقفل على الدنيا كلها ويصغي عشان يسمع ربنا بيقول له انا لقبتك، انا من قبل ما تتولد انا رسم لك رسمه كده وعاوزك تدخل فيها، يطلع شكلك حلو قوي، نحتفل بك عندنا في السماء. مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها. انا ما جبتكش عشان تبقى رقم في التاريخ من 7 مليار واحد، ولا جبتك عشان تاكل وتشرب وتنام وتجيب فلوس، لا لا، انا دعيتك باسمك وحطيت اسمي عليك، بس انت لسه مش عارفني. لو عرفتني حالك هيتغير. بصوا بقى على قصص الصيام اللي عدت علينا، كلها قصص معرفة الله، اكتشاف الله. السامرية لما عرفت المسيح، لا ما بقتش اسمها السامرية، بقت اسمها كارزة. المخلع لسه بنقول عليه المخلع بس اسمه الجديد الكارز. المولود أعمى لسه اسمه المولود أعمى بس له لقب جديد الشاهد، لأنه أول من شهد للمسيح في زمن وقال ده أعظم من نبي، وبعد كده سجد له كإله. لعازر لقب القديم الميت، لقب الجديد إيه؟ القائم. لقبتك. زكى اللي اسمه العشار أصبح اسمه الأسقف أو الكارز الخادم. الرسل اللي كان اسمه فلان ولا فلان بقى اسمه الرسول.
لقبتك وأنت لست تعرفني. عاوزين الأسبوع ده نقول له يا رب عرفني ذاتك، عاوز أفهمك، عاوز أعرفك، عاوز أقرب منك، عاوز أشبع بيك، عاوز يبقى الكلام ده لي أنا مش لأي حد في الدنيا. عمال تقول لي ليس سواي، ليس غيري، بإلحاح شديد في الإصحاح ده. يعني إيه؟ ما تبصش حواليك، لا تتلفك، أنا إلهك، بص علي أنا، ركز معايا أنا. جربوا تقعدوا ساعة مخكم ما يسرحش كده ولا كده، هتلاقوا شغلة صعبة من كتر ما احنا مسروقين ومشغولين. وربنا بيقول طب ده أنا مركز معاك 24 ساعة، أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد وفتح الباب هدخل إليه وأتعشى معه وهو معي ونتصاحب، وعرفك بنفسي، وساعتها نبقى بقى أصحاب بقى. يبقى اللي بيننا ده غير اللي الناس بتتكلم عنه، غير اللي في الوعظ، غير اللي في الكتب، دي حاجة بقى بيني وبينك. لقبتك وأنت لست تعرفني، بتفكرنا بعروس النشيد اللي تقول إيه؟ أنا كان اسمي سودة، سودة هنا بمعنى جارية، أنا كنت عبدة، بيقولوا عليا يا عبدة، روحي يا عبدة، تعالي يا عبدة. وبعدين بقى يقول لي يا حبيبتي، بقى يقول لي يا جميلتي، بيقول لي يا كاملتي. فأنا لي ألقاب جديدة، أنا مش ناسية أن أنا الجارية العفشة اللي كل حاجة فيها وحشة، اللي جعلوني ناطورة الكروم، بهدلوني في الدنيا وهزقوني وعروني. إنما أنا عنده حاجة تاني خالص، أنا بيناديني بألقاب مش مصدق روحي. الابن الضال ما كانش مصدق ان ابوه بعد ده كله هيقول له ابني، تفضل ابني مهما حصل، ابني كان ميتا فعاش، كان ينبغي ان نفرح، ده ابني مهما كان، والحضن يثبت كده والحفلة تثبت كده. لقبتك وانت لست تعرفني. خلونا ناخد خطوات في الاقتراب من الله. عاوز اديكم تدريب ان احنا كل يوم في ايام البصخة اللي فاضله نقعد نص ساعة لوحدنا في جو هادي في بيوتنا، غير قانون الصلاة ومتابعة سواعي البصخات وثكتة جوم والمطانيات والصيام، لا احنا هنزيد نزود نص ساعة، تقعد كده تقول له يا رب عرفني بنفسك، وعاوز أقرب منك، عاوز أعرفك زيهم، عاوز أشوفك زيهم، عاوز أكلمك زيهم، عاوز تبقى علاقتي بيك شخصية زيهم. من أول الصيام أنت بتقول لي أدخل مخدعك وأقفل عليك ونتكلم ونتصاحب. أنا مش عاوز أبقى واحد ضمن آلاف، أنا عاوز اسمي أسمعه بوداني، وساعتها أسيب الدنيا عشانك وأجري وراك وأبقى بعرف أتكلم معاك. اشمعنى هما بيعرفوا؟ شاول سمع اسمه ومن ساعتها وقع في حبك، شاول شاول لماذا تضطهدني، بقيتوا صحاب بعد كده. أنا عاوز أوصل للحاجات دي. نطقتك، هقول له منطقني بقى يا رب، منطقني بالقوة لتكن أحقائق ومنطقة. إذا كانت معرفتك لازم لها إن أنا أشد على بطني شوية، طب ساعدني، أشد على جسدي شوية، طب قويني، أتحدى طبعي شوية، اللي بيحب يأكل ويحب يرغي دول أوحش حاجتين كده يعطلوا معرفة الله، طب قويني عشان المنطقة دي تظبطني، وإيه عشان المصابيح توقد، لتكن أحقائكم ممنطقة ومصابيحكم موقدة وأنتم تجبون أناسا ينتظرون سيدهم. علمني إزاي خطبك كعريس، وخطبك كأب، وخطبك كصديق، وخطبك كسيد، وخطبك كرب الجنود، وخطبك كأنك كل ما لي، وأبقى ما ببصش غير عليك وما بشوفش حد معاك. دوقني اللي عملته مع كورش، جبت واحد من آخر الدنيا خليته ملك وعرفته بنفسك واشتغلت به لصالح شعبك. خلينا اتفرج عليك وانت بتسوق العالم كله لمعرفتك، تحرك البلاد كلها عشان تكتشف وجودك بكورونا وغير كورونا، وأدواتك عجيبة دايما وحكمتك عالية جدا، لكن أنا مصر أعرفك يا رب. خلينا أقف تحت صليبك وأقول لك أول مرة أعرف إن أنا مهم عندك، أول مرة أعرف إنك بتحبني قوي كده، أول مرة أعرف إن الموت المرعب ده طلع فعلا له نهاية، أول مرة أعرف يعني إيه أحب أعدائي لهذه الدرجة اللي أنت بتحب بيها اللي صلبوك، أول مرة أعرف إنك مصر تجيب العالم كله لحضنك من الشرق والغرب، مهما كانت إيديك متعذبة وراسك متشوكة، أنت مصر تجيب العالم كله.
أول مرة أعرف أنك متوقع مني أشتغل معاك، وأنا آخر واحد أنفع أشتغل معاك، لكن أنت مصر أنك أشتغل معاك عشان كل نفس بعيدة عنك. لقبتك وأنت لم تعرفني. خلونا نراجع الألقاب اللي خدناها في عز العهد الجديد. أنبياء وأبرار كانوا يشتهم ما نرى وما نسمع. في هذا العز اللي احنا فيه نخاطب الله كأب حقيقي وإحنا ولاده، ونبقى شركاء في المجد الأبدي بسبب صليبه وقيامته، ونبقى شركاء في خدمته وعاملان مع الله، فلاحين في الحقل بتاعه، إحنا كمان زارعين لأنه هو الزارع الأول، وإحنا كلنا صيادين لأنه هو الصياد الأول، وإحنا كلنا رعاة لأنه هو راعي الرعاة، وإحنا كلنا بنعمة ربنا نبقى ملوك لأنه هو ملك كل الملوك. لقبتك وأنت لم تعرفني. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.